أيام قليلة تفصيل عن بداية سنة دراسية جديدة تستقبلها شركة النقل الجهوي بصفاقس بإمكانيات محدودة في انتظار تدعيم الأسطول لكن هناك من لا يرى أي تحرك للوزارة لتغيير الوضع الكارثي التي تمر به شركة سوريتراس السنة راهي تبدأ من شهر منين بدينا نغلقوا السنة السابقة نحلوا سبعة سنة الثانيه بدينا في ال... احنا ديجا باش ندخلوا تو العودة المدرسية 2013 2014 إن شاء الله بإمكانياتنا المشكلة الأساسية هو الم... هو الماتريال، الماتريال ما ثماش ثم مش متوفر، ما ثماش، ثم حتى إذا كان ثم نسبة ضئيلة ما غير صالحة للاستعمال باهي وقت اللي يجيك بعد ساعه وساعه ونص تلميذ الرطار للليسي شكون ما يتحمل مسؤوليته؟ تو جي تمركز السيرفيس نتاعك مثلا في الخمسه نتاع الصباح باش نكمل المدي ساعه نتاع النار نكون باش نخدم خمس بياجات نخدم بايجين برك ملاش مثلا مش مدرى ان شاء الله في في وسط السنه الدراسيه باش تدخل الحافلات أربعة وخمسين 54 حافله 17 حافله مزدوجه آه, النقل الكرون كاباسيتي هذوما بالنسبه للتلاميذ والطلبه وعندنا ثلاثه حافلات ستاندار وعندنا 13 حافله آه، رفاهه بالنسبه للنقل بين المدن وثلاثه حافلات آه بالنسبه للنقل الجهوي الربط بين المعتمدية والمركز هذا و16 حافلة ميكرو كارد 30 مقعد هذه مش نعمل معناتها طريقة جديدة في الاستغلال ووحدة جديدة هي ذات جين الخطوط اللي ذات كثافة سكنية ياسر وفيها حركية كبيرة مش نعمل حافلة 30 بقعه تهز كليماتيزي كونفور كليماتيزي تهز القاعد وفي خطوط قصيره. الى حد الان ما ثم حد شيء ما ثماش كيران جد جاينا وما جاوناش احنا نستناو. كان مش الشركه والشركه ما عندهاش والوزير وعد وما تم منفذش. وعدنا في 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 مارس في في سيفاكس وثلاثه وقفه احتجاجيه وحضر الوزير غديك وعدنا ب 38 كار باش يجيبهم قبل لونتري سكولير، ها لونتري سكولير جاء لونتريس كل ما جات حتى كار حتى الكيران اللي كانت عندنا تعدى كملوا تامل الاسره التربويه هذه السنه وتلامذه مدينه المليون ساكن تحسين النقل وظروفه ووسائله بالجهه في اقرب الاجال والنهوض به لاجتناب معاناه التاخير والغياب وطول الانتظار والتسكع في الطرقات لغياب الحافلات عند الحاجه النقل المدرسي متسبب في برشا مشاكل اللي حقيقه لزمها حل جذري تصور التلميذ يغيب ساعة صباح على خاطر بعد ربع ساعة ما عادش نجم نعطيه بطاقة دخول حتى كان يجي تأخير التأخير في في حدود ربع ساعة هما أغلبهم يجيوا بعدك ربع ساعة يخسر لك ساعة صباح في ماضي ساعتين كيف كيف يوخر النقل يخسر ساعة أخرى التلميذ مش تطلب منه بعدين ما يجيبش معدل مشاكل في الترانسبور، مشاكل في الإدارة ساعات معناتها الإدارة ما تعذركش ما تقولش كار ولا حاجة تطلب عليك تجيب الوليد تقعد نهار كامل ساعات ما تقراش ما كل ولا الطلبة كل يقروا ثمانية النجم نغطوهم امكانياتنا محدوده نوعا ما دونك نسعوا معاهم باش نوسعوا شويه في وقت الذروه باش مثلا في عوض الناس كل تدخل ثمانيه تولي ثمانيه ثمانيه أربعة ثمانيه ونص باش تنجم الكار تعمل مثلا زوز سفرات ونجم نغطوا لو ماكسيموم بوسيبل. لو من فرنسا فماش كيران في وقتها تشكيات اه كبيره من المواطنين. انا <applause> تيلمون اللي لقيت برشا مشاكل نحيت ناحيه الابونمون تودي خدي التاكسي ولا نوصلها انا ولا المسيو تلما وليت الكارت وخر برشا نستنى بالساعه حتى باكثر دونك وليت ناخذ تاكسي ولا نمشي مع بابا ولا حاجه خاطر زيد في حد يستنى بالنسبه للمعهد نتاعنا ثم صحيح نلاحظوا هذا ثم تاخير خاصه في, في ثمانية تاع الصباح نلاحظوا بعض تاخير يعني في الاوقات الذروه خاصه في 8 وفي الساعتين ثم بعض تاخير من بعض التلامذه وما نرجوها أن كما قلنا يتم التخطيط منذ منذ الان يمكن يصير تاخير بالنسبه حكيت بها سيركيلاسيون والا بان ولا حاجه اما في اما ك يعني كخدمه موجوده للسفارات وبطبيعتهم السفارات اللي تمشي في نصف النهار ونصف النهار ونص هي اللي ترجع تلاقي دي لقرو ساعتين تنطلق من اللي ترمينيس ماضي ساعه ونص كار ديما روتار ديما روتار الكار ديما تجي معناتها ديما تستنى في الكار ما تجيش في وقتها فهمتها. المواصلات في طريق يابس أعطينا مثلا فمت مواصلتها مش باهي حتى طرف الكيران بقلق تلامذتنا متعذبين ياسر صغارنا انا واحده من الناس بنتي فمت ثم مشكله كبيره ياسر ماذا بينا احنا كنا نقل تكثرنا شويه من الكيران تجي في تاكسي خاطر الكيران هم مش ملتزمين بوقتهم كيف كيف لي كونفويور ولي شوفور يعني تطلع وتسمع الكلمه البي بده كان السخسيق كان الكلام اللي ما يصلحش ابار معبيين برشا سبعنا بالبترول اللي ممكن ماشي يصير تو سنوات نسمعوا بهم ولا حلم في صفاقس فهمتني لتو ما صار الى متى ما وقتاش باش يصير ما احناش عارفين. يعاني اهالي مدينه صفاقس من مشكله النقل الحضري الذي اضحى يتدهور يوما بعد يوم في ظل غياب الاهتمام والعنايه به واكبر دليل هو مشروع المترو بالمدينه الذي بقي نقطه استفهام لدى متساكن صفاقس الذي تاخر تنفيذه منذ عقود.